جين تلعبي طاولة زهر؟ ايه والله. يا عيني عليك. تعرفي؟ الوقت ما اجيت على بيروت لهلا هي تاني مرة بيلعب فيها طاولة زهر. ليش مع مين لعبت قبلي؟ مع هاي مايا. شو هالمايا؟ شكلها هالمايا مرة غير شكل. بس انت ظهرك خشن ومو بالساهل اي حدا يأثر فيك. من صوتك مبين انك مشتاق لها. لما كنا نجتمع انا والشباب بالشام كانوا يقولوا لي انه كل ذكر وله ساعته، وانه البني ادم قد ما طول شنبه بالاخير اللي جابته على هالدنيا حرمه، واللي راح ترافقه على ترابه كمان حرمه. هلا انا ما كنت صدق هذا الحكي لحتى اجت هي البنت وخلتني اشوف الدنيا بغير عين. بتحبها ما؟ لا. ايه يعني ايه. بسام اتصلوا فيي من شوي، لقيناها لمايا، عرفت بيا اوتيل نازله. لك يا بسام استعجل يا زلمه، شبك ماشي مثل النمله. سعد بعد كلمه وحده بوقف وما بقى بمشي. لبكتني يا زلمه. يلا خفى الا ما ناكل صبط. يعني هلا خلصتي بتزبطها انت. يلا بسام والله استعجل شوي، شبك ماشي مثل النملة يا زلمة. يلا هلا استعجل، لا ركبنا شوي نحن السيارة هلا. مرحبا سركيس، قدي بدك وقت تصير عندي؟ ماشي. مرحبا. 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 اهلا وسهلا. كيف الاحوال؟ الحمد لله. في عنا صبية صديقتنا نازلة عندكم. هي قرايبنا يعني بتخصنا. شو اسمها؟ اسمها مايا. باسمة. أوكي. باسمة صالح. اوكي. غرفتها هونيك. هي اليوم. شكرا. شكرا. إذا سمعت صوتك ما حتفتح. ربط. خلص ربطنا، تصرف. عملية أمنية معلش. شو؟ قالوا حبابنا طلوا. يلا بسرعة.
شو بك؟ ناطرك تحكي. شو بدي احكي؟ انه مثلاً لوين بدي وصلك؟ ما بعرف. ايه مين بيعرف لك؟ ما بعرف سركي السوق. لا مش رح سوق بقى. تلفنتيلي ونزلتيني آخر الليل وطلعتي معي بالسيارة كأنه لحق الضبع. هلا بدي أعرف شو فيه. هيك قلت. شو قلت؟ لحقني ضبعين مش ضبع واحد. ليه؟ لأسباب كتيرة. شو هي؟ أنت ليه عطيتني رقمك؟ هيك بتوزع رقمك لمين مكان يعني؟ لا مش لمين مكان. طب ليه أنا؟ قصة طويلة. شكلنا عنا قصص كتير نحكيها. سركيس اسمعني شوي. أنا هربانة واللي عم يلحقوني مش هينين أبدا. بدي أتخبى بشي محل، لا أوتيل ولا بلوط، المهم ما يطلبوا الهوية. بتعرف لك شي محل هيك؟ إيه بعرف. وأمان؟ أمان بالله.